قتل شخصان في الأقل فيما أصيب 9 آخرون جراء قيام انتحاري بتفجير حزامه الناسف في موقف للحافلات في مدينة حماة بوسط سوريا. وصرح محافظ حماة بأن الإرهابي فجر نفسه بحزام الناسف في وقت يشهد فيه حركة نشطة للمواطنين، ما تسبب في مقتل سيدة وفتاة وإصابة آخرين تم نقلهم لمستشفى حماة لتلقي العلاج، بينهم حالة واحدة حركة.